بمجرد ان انتهت الهدنه وبعد ساعات قليله كشف الحوثيون عن وجههم الحقيقي وبداوا في تهديد المملكه العربيه السعوديه والامارات بل ومنحوا الشركات النفطيه العامله في الامارات والسعوديه مهله للمغادره وذلك من اجل بدايه الهجمات الصاروخيه وبالطائرات المسيره على البلدين حيث قالت القوات المسلحه التابعه للحوثيين في اليمن انها ستمنح الشركات النفطيه العامله في الامارات والسعوديه فرصه للمغادره وذلك بعد ساعه من انتهاء الهدنه بين الحوثيين والتحالف العربي وقالت القوات المسلحه التابعه للحوثيين في بيان انهم قادرون على حرمان السعوديه والامارات من الموارد اذا اصروا على حرمان شعبنا اليمني من موارده والبادئ اظلم وقالت نمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة وما الدول العدوان غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال الثروة النفطية لصالح المرتبات وتبعت كل شيء محتمل ووارد لأن موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سدت أمامه الطرق السلمية وانتهت المهلة بين الحوثيين والتحالف العربي بقيادة السعودية دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن تجديدها جاء ذلك في تغريدة للعميد يحيى سريع حيث قال القوة المسلحة تمنح الشركة النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة ما دامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطيه لصالح راتب موظفي الدوله اليمنيه وقد اعذر من انذر وفي اول رد حوثي على تصريحات المبعوثين الامريكي والاممي الى اليمن قلل مسؤول رفيع في جماعه الحوثيين من الجهود الدوليه لتمديد الهدنه في اليمن وقال نائب رئيس حكومه الحوثيين جلال رويشان انه لا قيمه للتصريحات الامريكيه او الدوليه ما لم يتم الاستجابه لمطالب جماعته واضاف أن حكومة جماعته لا تعول على التصريحات الأمريكية والدولية ما لم تترجم فعليا على الأرض وكان المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندر قال إن هناك احتمالا كبيرا لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر إضافية بعد انتهائها في أكتوبر المقبل إلا أن الهدنة لم تمدد وفي الوقت الذي يهدد فيه الحوثيون المملكة العربية السعودية والإمارات خبر صار للمملكة العربية السعودية من قلب برلين حيث أعلنت باربوك الموافقة على تصدير الأسلحة للسعودية فقد أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أن باربوك من حزب الخضر أن السعودية أصبحت قادرة على تسلم أسلحة ألمانية وبررت وزيرة الخارجية الألمانية أن باربوك الموافقة على توريد معدات وذخيرة لطائرات مقاتلة إلى السعودية وقالت لصحيفة نوي أسنابروك لا توجد شحنات أسلحة مباشرة من ألمانيا إلى المملكة العربية السعودية لا سيما في ضوء حالة حقوق الإنسان المدمرة في المنطقة ومع ذلك فإن ألمانيا جزء من مشاريع دفاعية مشتركة طويلة الأمد مع أقرب شركائها الأوروبيين وقالت لا يمكننا منع هذه المشاريع في الوقت الحالي وأضافت بعض القرارات صعبة للغاية وأعطت حكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر والحزب الديمقراطي الألماني الضوء الأخضر مؤخرا لتسليم أسلحة بقيمة 36 مليون يورو على الرغم من الحظر الشامل على التصدير إذ أن تصريح التصدير هي جزء من برنامج مشترك مع إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا ولأول مرة استخدمت الحكومة لائحة استثنائية بالنسبة للمملكة العربية السعودية وقبلت تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بعد أن كانت الحكومة الفيدرالية السابقة أوقفت إلى حد كبير صادرات الأسلحة إلى المملكة ويرجع ذلك جزئيا الى علاقه المملكه العربيه السعوديه بالحرب في اليمن. يبدو ان العميد يحيى سريع قد شعر بالضجر سريعا، فهو لم يغرد منذ ان بدات الهدنه بين اطراف النزاع في اليمن. يحيى سريع شعر بالضجر وقال في تغريدته الجديده قد نعود مجددا فابقوا معنا. تهديد واضح من العميد يحيى سريع المختص باعلان اخبار الحرب والهجمات العسكريه بالنسبه للحوثيين فمن المعروف ان سريع هو الذي يدلي ببيانات قصف مناطق في العمق السعودي ويعلق نيابه عن الجناح العسكري للجماعه يحيى سريع قد غاب عن التغريد منذ مده طويله وقد عاد في اليومين الماضيين بقوه يقول العميد بعد صدور التوجيهات العليا للجهات المعنيه بمخاطبه كافه الشركات الملاحيه والبحريه والتي لها وجهات الى دول العدوان وكذلك الشركات النفطيه الاجنبيه والمحليه العامله في الجمهوريه اليمنيه فان القوات المسلحه تنبه تلك الشركات بمتابعه ما سيصدر عنها من تحذيرات